أهلا بكم. كيف سلبت حكومات العراق المتعاقبة بعد الاحتلال حقوق المرأة العراقية؟ وكيف أسهم نظام المحاصصة في تضييع حقوق العراقيات ونهب ما يستحقنه بالمقارنة مع باقي بلدان المنطقة معنويا وماديا وإنسانيا؟ المرأة العراقية التي واجهت على مر السنين والأزمان ظروفا صعبة من أجل تربية الأجيال، فكانت مثالا كالنخيل للصمود وتربية الرجال. يرى حقوقيون أن المرأة العراقية تعاني في ظل نظام المحاصصة من سلب الحقوق ومن تعدي الحكومات عليها وعلى حقوقها الإنسانية، حتى أصبحت من أكثر المتضررين، سواء بفقد الأبناء والأزواج والآباء والإخوة في غياهب استغيب القسر والسجون والمعتقلات، أو في مخيمات النزوح، أو بحرمانها من حقوق المواطنة، أو بحرمانها من حقوقها بعد فقدان من يعيلها، أو بمحاولة النيل منها ومساومتها عندما تطالب بحقوقها عند أسوار الدوائر الأمنية والخدمية من قبل من ينقصهم الشرف من ضباط العناصر الأمنية والميليشيات أو أصحاب القرار فيها، بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان وبحسب شهود عيان. المرأة العراقية التي كانت من أعمدة ثورة تشرين المطالبة بالحقوق، طالبت بحقوقها بقوة وبشجاعة حتى شملها القمع الحكومي بالحديد والرصاص. وتلك مخيمات النزوح شاهد إثبات على عمق معاناة المرأة العراقية، حتى بات التساؤل: لماذا تضيع حقوق المرأة العراقية على مدى 20 سنة لتكون أولى ضحايا العنف الأسري دون إنصاف ودون عدالة قانونية؟ أين القانون في العراق؟ أين القانون المفترض أن يكون لإنصاف الجميع وأولهم المرأة العراقية؟ نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء أسباب سلب حقوق المرأة العراقية في ظل نظام المحاصصة، وأرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة عبر الهاتف: الأستاذة ثائرة العقيدي، الكاتبة والباحثة العراقية، والأستاذة وسن الدليمي، المحامية والناشطة الحقوقية، وأيضا الأستاذة أمال الضفيري، الناشطة الحقوقية. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. معاناة المرأة العراقية في تزايد مستمر مع تعاقب الحكومات التي لم تنصفها بل زادت من معاناتها دون أن تضع أي حلول للأزمات المتلاحقة التي كانت المرأة في مقدمة المتضررين منها. في محاولة لرفع شيء من الحيف والظلم الواقع على المرأة العراقية، أقيم في العاصمة بغداد مهرجان لمناهضة العنف ضد المرأة. اليوم احنا بهذا المهرجان نريد ان نرفع عنها الحيف، نرفع عنها الضيم، اليوم نفعل قرارات الحقيقيه لتفعيل دور المراه الحقيقي واعطاها كافه حقوقها المسلوبه. وعلى هامش فعاليات هذا المهرجان افتتح معرض فني لتسليط الضوء على واقع المراه العراقيه ومحاوله انصافها من خلال اللوحات التعبيريه للمشاركين. وبصراحة احنا مو جايين هنا بس نشترك بهذا الشيء كظاهرة فنية، وإنما انتقاد لكل الأمور السلبية اللي تتعرض لها المرأة العراقية بالذات في الوقت الحاضر، من عوز، من جوع، من اضطهاد. يعني أبصر شيء المرأة المتعرضة مثلا للعنف أو للتحرش أو للضائقة المادية والمعنوية، هاي كلها أمور سلبية بصراحة تزداد سوءا حتى في ظل الحكومات المتعاقبة، ما وجدنا لها أي حل. المشاركون في المهرجان تضامنوا مع النساء في مخيمات النزوح، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه المرأة العراقية ومعاناتها. نستذكر بهذه المناسبة النساء النازحات اللي الآن يجلسن في المخيمات، والأجواء طبعاً الآن باردة وهن بحاجة ماسة إلى مأوى أو مسكن يليق بهن ويحفظ كرامتهن. إحنا مو فقط يعني ننظر إلى المرأة يعني الجالسة في المدينة أو الجالسة في الريف، ولكن هنالك فئة كبيرة جداً الآن تقطن في المخيمات. ومما تجدر الإشارة إليه الحضور الاستثنائي للمرأة في ثورة تشرين ضد الظلم والفساد من خلال مشاركتها الفاعلة فيها، والتي تجلت في مختلف النشاطات التي مارستها ورفعت شعار نريد وطن
مع ثوار تشرين ضد الحكومات الفاسدة وميليشياتها الطائفية، فيما بيّنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نحو 1,200,000 امرأة عراقية قد شردن وهن يكابدن ظروفاً قاسية، مما ينذر بتداعيات خطيرة على واقع المرأة والمجتمع العراقي. إذن أبدأ معك أستاذة وسن الدليمي، المحامية والناشطة الحقوقية، ضيفتي عبر سكاي في هذه الحلقة. مرحبا بك أستاذة وسن. أهلا وسهلا، مساء الخير. لماذا تضيع حقوق المرأة العراقية أو ضيعت حقوق المرأة العراقية من عام 2003 إلى الآن؟ حقيقة من جملة التحولات السياسية اللي طرأت على الساحة السياسية العراقية منذ 2003 إلى هذا اليوم، كان هناك تهميش واضح لدور المرأة سياسياً، مجتمعياً، وحتى على المستوى الاقتصادي في دوائر الدولة. موضوعة المحاصصة أثرت سلباً كثيراً على دور المرأة، مع وجود محاولات من قبل عناصر من النساء العراقيات محاولين إثبات دور المرأة و محاولة أخذ مساحة أكبر بالساحة السياسية أو الاجتماعية مع القيود الموجودة بالمجتمع، مع الأعراف، مع التقاليد، مع العشائرية، مع كل هذه القيود تحاول المرأة العراقية جاهدة أن تتخلص من هذه القيود، أن تبرز دورها أكثر فأكثر، أن تحاول العبور على هذه القوانين، أخذ مكاسب أكثر من الدولة في ظل هذه الأوضاع المتضاربة. نحاول جاهدين أن يكون للمرأة دور كبير أكثر يعني في مجال. لو ننظر إلى الواقع المرأة الآن، يعني نستذكر يعني الوعود التي كانوا يتحدثون ويتبجحون بها المحتلون الأمريكيون، قالوا بأننا جئنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة في العراق ولإنصاف المرأة العراقية. يا ترى هل وجدت المرأة العراقية إنصافا في ظل هذا الاضطهاد، في ظل هذا الضغط المعنوي والمادي وهذا الإجحاف وغياب القضاء وإلى آخره؟ هل وجدت المرأة ذلك من هذه الوعود التي يصفها الكثير من العراقيين أنها وعود كاذبة تخفي وراءها ما تخفي؟ حقيقة يعني دور المرأة أو الحقوق التي اكتسبتها المرأة في ظل هذه التحولات هي التهجير بالمخيمات، التعسف في القوانين الوضعية التي أذلت المرأة وأهانتها. حقيقة جميع القوانين الوضعية والمتغيرة بعد 2003 جميعها كانت ضد المرأة، من موضوعة الحضانة، من موضوعة العنف، إعطاء حق للزوج بالضرب والتعنيف. كل القوانين اللي وضعت للمرأة كانت مجحفة تماما بحق المرأة، النساء بالمخيمات، النساء في دوائر الدولة يعني معنفات، مغتصبة حقوقهم. نحاول دائما أن نبرز دور إيجابي، لكن لا يوجد إيجابية في موضوعة الحرية والديمقراطية للمرأة، لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حتى اقتصاديا. لم نجد أي إيجابية للمرأة من 2003 إلى اليوم، بالعكس كانت هناك ضغوط أكثر، كانت هناك مسؤوليات أكبر. نعم، تفضلي بالبقاء معنا أستاذة وسن. أرحب بالأستاذة ثائرة العقيدي، الكاتبة والباحثة العراقية. أستاذة ثائرة مرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذة ثائرة، لماذا لم تجد المرأة العراقية حقوقها لتكون حقوقا ضائعة على مدى أكثر من 19 سنة، وعندما طالبت بوطن وتظاهرت وطالبت بحقوقها قمعت بالحديد والنار؟ أليس من المفترض أن يكون هذا النظام، نظام المحاصصة الذي شكل أمريكيا برعاية إيرانية، أليس من المفترض أن يكون ضامنا لحقوق العراقيين مثلما كان يروج له قبل 2003؟ نعم طبعا، الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية خاصة
بعد انهيار الدولة سنة 2003 جراء الغزو الأمريكي للعراق. طبعا هي أحد أسباب معاناة المرأة وانتهاك حقوقها. طبعا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي ظهرت لاحقا في البلد كان لها دور في هذه الظاهرة، منها انتهاكات تنظيم داعش الإرهابي حيث سيطر على ثلث مساحة العراق عام 2014. ارتكب خلال مجازر انتهاكات مروعة بحق الجميع، من مقدمة النساء عندما اعتبر آلاف النساء الأزيديات ومن باقي المكونات غنائم قام بانتزاعهن من أسرهن وبلعهن، طبعا إضافة إلى قتل آبائهن وأزواجهن وأبنائهن. فكانت نكبة إنسانية مؤلمة جدا. الحكومة العراقية أصدرت عدة قرارات وتشريعات عجزت عن معالجة مشكلة تدني حقوق المرأة في العراق، منها إعلان خطة مناهضة ضد عنف المرأة عام 2013، وأيضا عام 2018 طبعا هناك بعثة الأمم المتحدة في العراق أطلقتها الحكومة العراقية ما سمته الاستراتيجية الوطنية الناهضة للعنف ضد المرأة. طبعا من خلال اجتماع مشترك عقد في بغداد كان هناك تواجد عدة مسؤولين وممثلي بعثة الأمم في العراق. طبعا كان آخر إجراءات الحكومة في هذا المجال عام 2019 بإعداد مشروع قانون لحماية الأسرة والمرأة من العنف خاصة النساء يعني والفتيات والأطفال، هدفه دفع الأذى عن الضحايا ومناهضة العنف بكل أساليبه وكل الأساليب. هذه القوانين أستاذة ثايرة المشروع غير قائم، ما زال يرقد منذ سنوات في أدراج مجلس النواب من دون إقراره، وهما الحاجة الماسة له، نحن يعني حاجة ماسة له. نعم، لماذا دائما القوانين تكون قوانين نظرية ولا تطبق على أرض الواقع؟ يكون في مضمونها أنها يعني مضامين إنسانية تراعي الحقوق وتراعي الواجبات وتنفذ القانون، ولكن في باطنها هي قوانين جوفاء ليس فيها معنى. هذه القوانين من 2003 إلى الآن لم تنصف لا الشاب ولم تنصف للرجل ولم تنصف المرأة ولم تنصف المجتمع. هل الخلل في الحكومات أم الخلل يعني مواطن الخلل، هل لك أن يعني تحدديها لنا بدقة؟ نعم، طبعا الصراعات السياسية بين أحزاب السلطة أكو قرارات كثيرة تجمدت من خلال هذه الصراعات بسبب اعتراضات الأحزاب السياسية اللي تسعى دائما طبعا بفرض فكرها ونهجها على المجتمع العراقي من دون إدراك للتطورات العالمية اللي تحصل، ومن دون إدراك لأوضاع حقوق الأسرة والمرأة بالذات ودورها في التنمية الوطنية. طبعا أكو هناك أحزاب إسلامية شيعية تظاهرت نظمت مناهضات لقانون العنف الأسري في بعض المدن العراقية، لكن ميليشيات العصائب الموالية لإيران اعتبرت أن مشروع القانون يهدف إلى ضرب الأسرة العراقية وتفكيك قيم المجتمع. هذا يعني من باب نظرتهم أنه يعني أنه حقوق المرأة، المطالبة بحقوق المرأة هو مشروع يهدف إلى هدم وضرب الأسرة العراقية وتفكيك قيم المجتمع العراقي. طبعا توجه طرف اتهاماتها للسفارة الأمريكية بأنها تسعى لضرب الهوية العراقية وكذا وكذا. طبعا نحن دائما نعرف أنه الأحزاب والميليشيات دائما تتدخل بكثير من القرارات اللي تخص الحالات الإنسانية بالعراق، وطبعا هدف الأساسي تفكيك المكونات العراقية وتفكيك الأسرة العراقية وتفكيك المجتمع العراقي. نعم، في هذه النقطة فقط ابقي معي أستاذة ثايرة. سأرحب بالأستاذة آمال الظفيري الناشطة الحقوقية. أستاذة آمال مرحبا بك. مرحبا بك وبضيفاتك الكريمات. أهلا بك أستاذة آمال. أستاذة آمال، في العراق تضيع جميع الحقوق في ضوء قانون يصفه سياسيون حتى ويصفه مراقبون للشأن العراقي أنه قضاء مسيس، قانون مسيس. هذا القانون تم صياغته شكليا من أجل أن يصور أن هناك قانون في العراق يحمي الحقوق الإنسانية، الحقوق المالية، الحقوق بأنواعها. هنا ترى لماذا في العراق تضيع الحقوق ولا نجد مكانا لكي يطالب
يطالب به الحقوق إلا وكان الرصاص هو الجواب. يعني العراق يعتبر من أخطر البلدان كما كان للعيش في العالم بحسب التقارير الدولية. لماذا العراق تحديدا اختير له أن يكون ملاقيا هذا المصير؟ نعم، أنا أعتقد هذا السؤال توجه للسفيرة الأمريكية بالعراق. هم حملهم قوات الاحتلال، حملهم مسؤولية كاملة على تدهور حقوق المواطن العراقي بصورة عامة، حقوق المرأة والطفل بصورة خاصة. هذا الديمقراطية اللي وعدونا بها. لا يوجد لا توجد شيء يحدث بالعراق بدون موافقة القوات الأمريكية أو السفارة الأمريكية أو نقول قوات التحالف. شنو اللي صار بعد 2003؟ تطورات، طبعا بدنا نتكلم عن البلد الديمقراطي اللي هو العراق. صار عندنا زواج القاصرات زاد، العنف الأسري ضد المرأة زاد، الاستغلال الجنسي للمرأة زاد، تمييز بالعمل زاد، ما عندنا حماية قانونية، القانون طبعا قانون مسيس. احنا شو من هو على رأس هرم السلطة بالقانون؟ وما هو دور وزارة المرأة؟ نعم، وزارة المرأة عندنا بالعراق شيء اسمه وزارة المرأة. من يحكمها هذه الوزارة؟ احنا لا ننظر للمرأة فد شيء جزء خاص، انت ننظر للمجتمع كله نظرة. وين القانون؟ وين الحقوق؟ احنا عندنا طبقة من المواطنين، هذه طبقة انسحقت، طبقة هي الفقيرة والمتوسطة. هسه احنا عندنا طبقة حاكمة اللي هي طبقة الميليشيات، تجار الحروب، وطبقة الفاشينيستات اللي هي تحكم بالعراق. فهذه هي الصورة. ما تقدر تعزل المرأة عن واقعها. نعم نعم أستاذة أمال. أستاذة وسن الدليمي، لا توجد حماية قانونية للمرأة، هل هذا الأمر متعمد من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، التهميش هذا متعمد للمرأة العراقية. المرأة العراقية دائما كانت بأبهى صورة أمام العالم. المرأة العراقية هي زها حديد، المرأة العراقية هي نازك الملائكة، المرأة العراقية ليست الفاشينيستات التي تستعرض الآن وتحكم العراق، ليست المرأة العراقية ليست فنانة، مجرد فنانة تطرب في تمثل المرأة العراقية في المحافل الدولية. لدينا قامات، لدينا محاميات، لدينا مهندسات في جميع المجالات، لدينا نساء قامات عراقيات ونخلات عراقيات أسميهم. هذا الإهمال متعمد، وهي سياسة ضد المرأة. أنا أعتبرها أنه هذه سياسة تجهيل وتهميش المرأة العراقية، هو موضوع متعمد، موضوع إقصائها سياسيا مجتمعيا وتعنيفها. المرأة هي أكثر، تمثل نسبة أكثر من 62% من المجتمع العراقي. يفترض أنه الاهتمام يكون بها أكثر من بقية الشرائح بالمجتمع. المرأة العراقية الآن في المخيمات، المرأة العراقية من الأرامل، من المعنفات، كبار السن اللي ما لهم مأوى. المرأة العراقية أكثر من 63%، أين حقوقها؟ المرأة العراقية عليها واجبات أكثر من الرجل، عليها مسؤوليات أكثر من الرجل، لكن مع ذلك لا نرى لوزارة المرأة دور، لا نرى لمنظمات تمكين المرأة وما المؤسسات التي الدولة تحمل المرأة أنها أكو مؤسسات إلها دور بالمجتمع، إلها دور بمجلس النواب، إلها دور بالوزارات. طيب الكوتا اللي هي إجحاف حقيقي بحق المرأة. ذكرت الدكتورة آمال، ذكرت مواضيع هي فعلا من الواقع اللي بالمجتمع
زواج القاصرات، الحضانة، حضانة الطفل، كل الأمور، كل النواحي، إذا جئنا منها سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، كل النواحي المرأة العراقية هي مغتصبة الحقوق. طيب اسمح لي انتقل للاستاذه ثائره العقيدي. استاذه ثائره، يعني هناك اهداف مسبقه وهي محاوله تجهيل المراه وتجهيل المجتمع بالتالي، لان المجتمع كما هو معلوم يتاثر بشكل مباشر او غير مباشر بالمراه باعتبار المراه هي المربيه للاجيال. يا ترى موضوع التجهيل من يقف وراءه؟ الاعلاء من شان الشخصيات الجاهلة والتي ذكرتها الأستاذة وسن يعني بشكل عام، ولكن غض الطرف ودفن وتغطية الشخصيات التي لها دور فاعل في المجتمع، دور فاعل في المؤسسات التعليمية التي ممكن أن يتباهى بها العراقيون، هل هذا الأمر متعمد وخاصة في السوشيال ميديا وغيرها؟ نعم طبعا نحن كلنا نعرف المرأة نصف المجتمع، وهي لها دور كبير جدا في جميع المجالات، سواء في البيت، في المؤسسات، في الدوائر، هي الموظفة، هي الأم، هي الأخت، هي الأبنة، هي المعلمة، هي الطبيبة. طبعا من ضمن الخطط اللي أتت بعد عام 2003 بعد الغزو الأمريكي، وايضا بعد دخول الميليشيات، من ضمن مخططهم في تدمير العراق هي تدمير شخصيه المراه العراقيه. نعم، لان المراه العراقيه ميديا. هي عمود البيت، هي اساس المجتمع. عندما تدمر المراه من خلال نبذها، من خلال اجحاف القوانين، من خلال زواج القاصرات، من خلال قوانين تظلمها، طبعا اكيد هذا الشيء راح ياثر على المجتمع، راح يعني بالتالي ينهار المجتمع العراقي، لان هي المراه مثل ما ذكرنا هي نصف المجتمع. طبعا اضافه الى هناك العنف ضد النساء، طبعا هذا الملف دائما العنف ضد النساء، مو فقط من الاهل او نعم، هناك السجون النسائيه، لا ننسى السجون النسائيه. السجون النسائية صارت عندنا، يعني هناك نساء مغيبات بآلاف طيب مجنونين. ولا أستاذة ثائرة، يعني البعض ولا البعض نعم، يعني ليس فقط يلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومات، ولكن يلقي بالمسؤولية أيضا على عاتق المجتمع. المجتمع هو الذي نعم ينتقص من المرأة، المجتمع هو الذي ينظر إلى المرأة نظرة للأسف، يعني نظرة ليست ما تستحقها هي. إلى أي مدى ترين ذلك يعني يثقل أيضا على كاهل المرأة العراقية التي تهدف الإبداع وتهدف التطوير والتنمية، وتريد لبلدها أن ينهض حاله كحال باقي البلدان المنطقة؟ نعم، طبعا مجتمعنا مجتمع عشائري، الكل يعرف هذا الشيء. سابقا قبل عام 2003 كان هناك بعض من المساءلات القانونيه، من ناحيه انه حقوق المراه او مثلا تعدي على حقوقها. نعم، لكن حاليا لا يوجد، هو القوانين استاذه ثائره هو كمجتمع عشائري انا من وجهه نظري، يعني لربما اكون يعني مخطئا او لا، هي ليست المشكلة الحقيقية. العراق قبل 2003 ليس كالعراق بعد 2003، والعراق هو مجتمع عشائري منذ قديم الزمان وإلى الآن. نعم أكيد، نعم أكيد، نعم. أنت تعرف حتى زواج القاصرات من عام 2003 يعني لحد الآن أصبح يشكل يعني خطر، لأنه في تزايد هناك قوانين، اعتقد قانون رقم 72 اعتقد من الدستور، اللي هو الدستور يسمونه الدستور الجعفري على ما اعتقد، يعني القانون الجعفري على ما اعتقد، يعني على حسب ما يعني سابقا قرات، انه هذا ينص على زواج القاصرات، وايضا في قوانين جدا مجحفه للمراه العراقيه. زين، هذا القانون من وضعه؟ من وثنى؟ من وافق عليه؟ نحن البرلمان العراقي، نحن لا، ليست فقط
هناك جميع الطوائف موجوده وجميع القوميات موجوده بالبرلمان العراقي. لماذا لا يوجد هناك من يعترض على قوانين في هذه القوانين التي توضع في حق اشحاف حقوق المراه؟ يعني احيانا هناك منظمات احيانا كمنظمات مجتمع مدني دائما نحس ونطالب من خلال المؤتمرات، من خلال الندوات، من خلال يعني نحس ونطالب خاصه المسؤولين اللي يعتنون بهاي الملفات في حقوق المراه. منها ايضا يمكن انا عندي ملف حاليا كنت قبل شهرين ثلاثه هذا وصلني انه هناك 2400 مراه مسجونه في سجن في الموصل في تركيا، سجن تركيا النسائي وهم واطفالهم. يعني اين يعني اين هذا السجن؟ من هو المسؤول عليه؟ اين الحكومه؟ اين المسؤولين عن هذا السجن؟ عن لماذا لحد الان من 2017 هذني النساء مسجونات في هذاك السجن من واطفالهم؟ من مسؤول على هذه الحاله الانسانيه الكبيره؟ يعني كارثه، هاي كارثه يعني. نعم، اذا الحكومات المتعقبه في ظل نظام المحاصصه لم تنصف المرأة العراقية بل زادت من معاناتها. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل ابد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى، وهذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على معاناة المرأة العراقية في دولة اللاقانون. وبالعودة للأستاذة أمال الضفيري الناشطة الحقوقية. أستاذة أمال، هناك تداعيات خطيرة بالتالي على الواقع المجتمعي، كون المرأة ترتبط بشكل مباشر بمنحني أو منحنى المجتمع. إذا كان هناك مجتمع نامي أو مجتمع مزدهر متطور، فهذا معناه أن هناك ثقافة موجودة تنظيمية مدرسة من قبل المرأة، على اعتبار أن المرأة توصف بأنها الدينامو لنهضة أي مجتمع. ولكن ما يجري في العراق من اضطهاد للمرأة وسلب لحقوقها يعني يترك بالتالي تداعيات سلبية على مستقبل الأجيال. هل هناك يعني حلول أو مؤتمرات للتثقيف أو ندوات تعقد من أجل الحقول دون الوقوع أو الوصول إلى هذه النقطة التي يخشى منها؟ نعم طبعا، أنا ضد مقولة أن المرأة نصف المجتمع. أنا أقول المرأة كل المجتمع. بالضبط. نعم نعم. أنا بس خليني يعني أعطيك شوية يعني أكون منصفة. يعني معاناة المرأة العراقية صراحة بدأت من الحرب العراقية الإيرانية. نعم. من بدأت زوجها وابنها يعني يروح للقتال وتبقى وحدها. لا تنسى أن مجتمع يعني كانت بوقتها المرأة العراقية ما مستعدة تتحمل مسؤولية وحدها، بدت المعاناة منها ذاك اليوم. طبعا الفرق أنه كان عندنا قانون ينصفها. طبعا فقط تعقيب أستاذة أمال يعني على هذه النقطة، يعني جميع الدول في العالم عندما تتعرض إلى اعتداء من جيرانها بالتالي المسؤولية تقع على عاتق الرجل والمرأة مناصفة، أما من حيث المعاناة فهي معاناة، يعني لا شك أنها معاناة.
نعم، لكن أنا أتكلم عن سنة الثمانين، كانت بالضبط. العائلة العراقية أو المجتمع العراقي يعني إحنا يعني ما داخلين، هذا التجربة جديدة، فما متهيئين إحنا لهذه التجربة، ما متهيئة المرأة إنه تأخذ المسؤولية، لكن اللي صار بس أكو شغلة ما حد ذكرها من الأخوات، إنه هناك تقرير يقول إنه 65% من النساء العراقيات يعني أرامل، و 35% من عندهم من عمر من هذول النساء هم من 20 إلى 40 أعمارهم. يعني أنت 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 عندنا كارثة، إحنا كارثة مجتمع يعتبر الرجل هو المعين الأساسي بالعائلة. يعني أنت ذول الأرامل هذول منو 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 يصرف عليهم؟ منو يصرف على 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 أطفالهم؟ اللي احنا ما عندنا مشكله بالقانون استاذ. اذا لماذا تصرف الاموال استاذه امال؟ يعني ما تفسيرك لصرف وتخصيص الميزانيات لوزارات من المفترض ان تقوم بمتابعه حقوق الانسان وخاصه وزاره حقوق الانسان بالنسبه للمراه؟ لماذا المراه تتعرض الى الاعتداء والتحرش في سبيل أن تصل إلى حقوقها، وخاصة إن كانت صاحبة أطفال وهي يعني منفصلة أو أرملة أو تعاني من ظروف صعبة في مخيمات النزوح؟ إذا 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 أي يعني تريد أنت تدمر مجتمع فدمر المرأة، فهذه يعني ما اعتقد هذه امور جتي بالصدفه، هذه ممنهجه، هذه السياسه ممنهجه، دمر المراه راح يدمر المجتمع. احنا ما زلت اقول احنا بلد تحت الاحتلال، ما عندنا سياده ولا عندنا قرارات سياديه. اذا المراه او الطفل او عموما الانسان البسيط، انت شوف شنو من الفئات اللي صعدت، فئات جاهله، فئات يعني شاذة عن المجتمع، هي هذه اللي صعدت وهي اللي صارت هي تمثل المجتمع العراقي. يعني شنو رئيس ميليشيا يتكلم بحقوق المرأة وحقوق العائلة يعني شنو يعني هاي ما أفهمها، شنو حضرتك أنت منو أنت ذاك اليوم صرت جاي تكلمني عن العائلة؟ أنت دا تتكلم عن بلد عمره 7000 سنة، المرأة بي قبل 7000 سنة بنت حضارات، ما نحتاج من حضرة فلان وفلان وهذول الشخصيات اللي جاية من تيارات راديكالية دينية جايين هسه يعلمونا احنا شلون تصير العائلة، شلون تنبني وشنو حقوقها. احنا المرأة بنت العراق من 7000 سنة، كانت المرأة هي ملكة ومقدسة ومحترمة، هسه انت جاي انت يعني انا مع الأسف اقول انه تدمر المجتمع العراقي باسم هذه الحركات الدينية اللي هي داخلها لا دينية. نعم أستاذ أمال ابقي معي لو سمحتي. أعود إليك أستاذ وسن الدليمي، بالتأكيد هناك تحدي خطير يواجه العراق الآن ويواجه المجتمع العراقي، ألا وهو طبعا الكثير من التحديات. لنأخذ هذا التحدي المهم جدا وهو مفتت ومدمر للمجتمعات، وهو طبعا المخدرات التي تدخل عبر الحدود وقادمة من حدود إيران. على المرأة هناك دور كبير ومتعب جدا ومضني لمواجهة هذا التحدي. يعني تنتشر المخدرات في المدارس، تنتشر في المقاهي وإن كانت بطريقة سرية، ولكن تقارير حكومية ومن داخل القوات الأمنية تكشف عنها. هناك عمليات يعني تزايد في معدلات الطلاق، تزايد في معدلات الانتحار، هناك يعني أشياء حصلت في المجتمع العراقي لم يعهدها المجتمع مطلقا قبل احتلاله قبل احتلال العراق عام 2003. يا ترى يعني كيف ستواجه المرأة العراقية هذا التحدي الخطير؟ نعم، عفوا أستاذ، يعني خلنا ناخذها من ناحية أخرى. ألم تكن هذا الكلام اللي تحدثت عنه كله هو مستهدف في المجتمع العراقي؟ نعم. ألم تكن هذه جزء من الحرب على المجتمع العراقي؟ استهداف المرأة، استهداف الشاب، استهداف الأطفال، مشاكل عدة. إحنا ما عندنا مشكلة واحدة تتعلق بالمرأة،
المرأة هي الأساس، المرأة عليها مسؤوليات أن تتحمل مكافحة المخدرات باعتبارها جزء من توعية المجتمع، أو هي الجزء الأكبر اللي يقع على عاتقها توعية المجتمع، التوعية السياسية، توعية اقتصادية، كل هذه النواحي تقع على عاتق المرأة. طيب احنا هنا المرأة أساسا مستهدفة، مثل ما ذكر دكتورة آمال، إذا أردت أن تهدم المجتمع فابدأ بالمرأة. بالضبط. لأن المرأة هي عماد الأسرة. موضوعة المخدرات هي استهداف للأسرة العراقية، استهداف للمجتمع العراقي، ومع الأسف هناك هذا يعني سياسة أصبحت الأسواق العراقية والمجتمع العراقي أصبح يغص بالمخدرات، مع وجود جهود طبعاً لمكافحة هذه المخدرات، لكن بعد إيش؟ صار لنا 20 سنة أصبح العراق سوق لهذه التجارة. لدينا متعاطين، لدينا تجار، لدينا آباء. المرأة تتحمل الزوج المدمن، تتحمل الأخ، وتتحمل الأب. نجد بالمجتمع معنفات بسبب أخ أو أب أو زوج مدمن. هناك قتل، هناك اغتصاب، هناك كل الآثار السلبية على المجتمع تتحملها المرأة. بالتالي هنا نتكلم عن غياب مؤسسات، نتكلم عن غياب الدولة، نتكلم عن غياب القانون نفسه. أين القانون اللي يحمي المرأة، اللي يكافح المخدرات، اللي يحمي الحدود من دخول هذه المخدرات؟ كل السلبيات اللي بالمجتمع تنعكس على المرأة وتنعكس على الأسرة. لهذا أنا أضم صوتي مع صوت دكتورة آمال اللي قالت إنه هي حرب ممنهجة ضد المرأة. فعلا هاي حرب ممنهجة ضد المرأة لإسقاط الدولة وإسقاط المجتمع. بالتالي أستاذ وسن، يعني من وجهة نظرك، يعني ليس هناك مؤسسات مجتمعية قادرة على أن تأخذ حيز أكبر في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي يعني من المفترض أن تكون، أن تعمل جنبا إلى جنب مع الأسرة لكي تكافح هذه الآفة؟ مؤسسات اجتماعية كثيرة، مؤسسات يعني على مستوى المدرسة والمسجد والملتقى الثقافي وإلى آخره. عفوا أستاذ، هي المسألة مو مسألة مؤسسات، القضية قضية الدولة. أنت تحتاج إلى مؤسسات دولة. هذه المنظمات، الندوات، هذه لا يعني ما تحرر فكر، وما تقيد مجتمع، ما تقضي على المخدرات، ما تقضي على العنف، مجرد توعية. أنت تحتاج إلى قانون يطبق فعليا، يحمي المرأة، يثبت حقوقها بالمجتمع، يحميها من العنف الأسري، يحميها من العنف الاجتماعي. أنت تحتاج إلى قانون يمنع دخول المخدرات، تحتاج إلى مؤسسات تعالج المدمن، تحتاج إلى مؤسسات دولة ليست منظمات تهتم بالمرأة، تحتاج إلى مؤسسة تنهض بواقع المرأة. والله يا أستاذة وسن، هي بصراحة من وجهة نظري، وإن يكون يعني وجهة نظري يعني من المفترض أن لا تكون يعني مطروحة، ها؟ أنا فقط أسأل، ولكن هي تحتاج إلى نزاهة وتحتاج إلى إخلاص بالدرجة الأولى. يعني موجودة المؤسسات وموجودة كل شيء موجود، ولكن موجودة الرشوة، موجودة الصفقات، موجودة أستاذ، موجودة مؤسسات، لكن ما مؤسسات دولة. عندنا مؤسسات موجودة، لكن من يدير هذه المؤسسات؟ هل هي مؤسسات فعالة؟ نحتاج إلى دولة لإدارة هذه المؤسسات. يعني بين الدولة حتى نكون، هي ما شاء الله نحتاج إلى دولة إلى إدارة هذه المؤسسات وتفعيلها، حتى يكون عندنا نقدر نكافح هاي الظواهر بالمجتمع، ونقدر نفعل دور المرأة. لكن هاي كلها سياسة، معروف أنه تجهيل المجتمع، إضعاف البنية الاجتماعية، تفكيك الأسرة، كلها هذه استهداف المرأة. المرأة ما تقدر تنزل إلى العمل بسبب استهداف المجتمع، الأعراف والتقاليد والتقاليد والأعراف العشائرية، الأعراف المجتمعية. هناك يعني مجتمع ما تتعلق بالعشائر، لكن هي مجتمعات مغلقة تقيد المرأة. هناك مجتمعات
يعني تعنف المرأة أساسا، يعني المرأة مكانها محدد محجم. مع وجود نرجع ونقول هناك مؤسسات، هناك نساء فعلا يحاولون يغيرون من هذا الواقع، لكن step by step يعني تحتاج دفاع حتى نوصل للهدف المنشور. نعم، اسمح لي أستاذة وسنة أن أنتقل بسؤال الأستاذة ثائرة العقيدي. إذن مع غياب أستاذة ثائرة، مع غياب القانون الذي يحمي المرأة ومع كل هذه الفجوات وهذه المعطيات التي توصلنا إليها، ما هو الحل من وجهة نظرك؟ طبعا احنا جميع الحلول اللي يمر بها العراق حلول هذه الدولة، من حيث القوانين، من حيث التشريعات، من حيث دوائر الدولة نفسها. المرأة اليوم طبعا لا ننسى أنه هي تتعرض للمساومة، يعني كثير أدي أسمع الطالبات في الجامعة، أي حتى طالبات الجامعة تتعرضون للمساومة من خلال الأساتذة ومن خلال الدكاترة اللي موجودين يدرسوهم. المساومات اللي تحصل بدوائر الدولة من خلال المرؤوسين والموظفات، من خلال المراجعات نفسهم، طبعا تحصل حالات انه لان انت مثل ما قلت ما كنا نزاهة، اذا فقدت مثل ما يقول النزاهة وفقدت الغيرة، ما ظل يعني انه المعالجه بقت انه اذا من اذا يعني ماكو شيء قانون يحمي المراه غير الدستور العراقي، يكون تشريعه من لدن اكفاء اساتذه نزهاء يضعون القوانين بما شرع الله. طبعا هناك لا ننسى يعني بالاضافه المشاكل الخطيرة اللي أنت ذكرتها، أكو مشاكل تتفاقم يوم بعد يوم يعني بالمجتمع العراقي، منها البطالة، يعني أكو نساء كثير بائعات متجولات في الشوارع حتى صغار في العمر 16 سنة يتعرضون لحالات اغتصاب، يتعرضون لحالات خطب طبعا. وأيضا هناك مثل مخيمات النزوح، استغلال بعضهم في التجار بالبشر، انتشار المخدرات حتى بالمخيمات، تصير تجارة مخدرات بالمخيمات، تصير تجارة بالمخدرات. يعني هذا شنو؟ لأنه أيضا غياب القانون، غياب المسؤولين، هي من نفسهم المسؤولين يحثون على هذه الأمور، هم أصلا الممولين لهذه الشغلات. طيب. يعني نزاهة مثل ما ذكرت ماكوش، يعني يعني رغم كل هذا، رغم حجم هاي المعاناة النساء العراقيات وانتهاك حقوقهم المشروعة، طبعا ما تستغرب بروز دورهم، كان دورهم كلش مشرف في انتفاضة 2019 ولحد هذا اليوم، وكان تدعو الى الاصلاح في الاوضاع البلد عامة وبما يحفظ حقوق الشعب عموما والنساء خصوصا، وكانت مشاركة النساء ملموسة جدا وواضحة في الانتفاضة اللي سقطت فيها شهيدات بلا شك. أن يعني ثورة يعني تشرين اعتداء وخطف وتهديد من قبل الصفاء، يعني ثورة تشرين كانت المرأة ولا زالت يعني السند لابنها. نعم. والسند لزوجها. نعم. والسند لأخوها. نعم. لأخيها في سبيل يعني المطالبة بإسقاط هذا النظام الفاسد الذي لم يحقق شيئا للعراقيين. أستاذة ثائرة اسمح. نعم. لي فقط أن أنتقل أستاذة أمال. أستاذة أمال، هل تترجى المرأة العراقية خيرا من نظام المحاصصة وهذه الحكومات التي لم تجلب شيئا ملموسا سوى الدمار، سوى يعني الخراب، تخريب البنى التحتية؟ هل تترجى المرأة العراقية خيرا من هذا النظام، نظام المحاصصة؟ لا طبعا، لأن احنا المرأة العراقية والمجتمع عموما جرب هذه الحكومات 20 سنة، فما اعتقد يعني بعد هالعشرين سنه نترجى خير. انا بس حبيت اعلق انه على فكره كل مهربين وتجار المخدرات هم بحمايه الدوله. نعم، ماكو واحد تاجر مخدرات يقدر يجيب مخدرات ويعبر هذه الحدود كلها. طبعا هذا بدليل القوات الامنيه، بدليل مصادر من داخل القوات الامنيه. قوات امنيه مساعدتها هي اللي قاعده تجيب
المخدرات من الحدود وتوصل التوزيع. وإذا تقول لي هناك مشاريع للمحاربة هذا غير صحيح. الميليشيات تحارب أي مشروع لمساعدة هؤلاء المدمنين. وإحنا مرة يعني ردنا وحاولنا الشباب قالونا ما نقدر، إحنا ما نقدر حتى نروح يعني نروح نطلب المساعدة، مو كيفهم. إحنا بلد حكمه ميليشيات، فلا خير بهذا البلد اللي تحكمه هذه الميليشيات ولا نترجى منه خير. إذا ما تتغير هذه المنظومة السياسية ما راح نشوف خير، لا إحنا النساء ولا الأطفال ولا حتى هو العراق كله راح يشوف خير. فلا تقول لي إنه أكو نترجى من إحنا عندنا منظومة فاسدة، أموالنا تتهرب، نفطنا ينسرق، ما عندنا سيادة. فإحنا دولة حالياً، إحنا مو دولة، إحنا يعني حولونا إلى ما أعرف شنو اسمها هذه، شو دولة مسخ يعني صراحة. فما يصير تغيير، ولا حد راح يأخذ حقه إذا ما يتغير هذا النظام الفاسد. نعم أستاذة أمال، شكرا لك. أخيرا أختم مع الأستاذة وسن الدليمي. ثورة تشرين بلا شك شعار لكل مرأة عراقية تريد وتطالب بالتغيير، وتحث أبنائها وتحث زوجها وتحث أخيها ومطالبة بالخلاص. هل تتوقعين أن تستمر أو يستمر هذا الدور للمرأة العراقية في الخلاص والتغيير؟ المرأة في كل العالم، المرأة هي من تقود الثورات، وهي التي تصل هي قيادية، ممكن أن تصل بالثورات، تقود الثورات عفوا، تقود المجتمعات نحو الأفضل، نحو التغيير. المرأة هي ملمس حرير وسهم من قوس القوة، دائما هذا شعارنا. طبعا من ضمن المساعي الحثيثة اللي نحاول انه نغير من واقع المرأة، طرحنا مشروع ودائما نتداول هذا المشروع طبعا فيما بيننا نحن قامات ونخب من النساء العراقيات، نحاول ان نغير من واقع المرأة. طرحنا مشروع انشاء اتحاد للمرأة العراقية للنهوض بواقعها المجتمعي والسياسي والثقافي. عندنا نسبة من الأمية، عندنا نسبة من الجهل، من العاطلات عن العمل، النساء التي تتعرض للعنف، للأرامل، المطلقات، المعنفات، كبيرات السن، نعم، التي لا مأوى لهم. لكن للأسف هذه المشاريع وهذه، نعم، الجهود التي نبذلها دائما هناك حاجز يقف أمامنا، وهو حاجز القانون، حاجز الدستور، كل هذه الحواجز. لكن لا، المرأة العراقية هي مكافحة ومناضلة، وإذا وضعت هدف فبالنهاية لابد الوصول إلى هذا الهدف إن شاء الله، يتغير واقع المرأة العراقية نحو الأفضل. شكرا جزيلا أستاذة وسن الدليمي المحامية والناشطة الحقوقية، كنت معي عبر سكايب. وشكرا أيضا للأستاذة ثائرة العقيدي الكاتبة والباحثة العراقية، وشكرا أيضا للأستاذة أمال الظفيري الناشطة الحقوقية. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.